في هذا الوادي الواقع بين مراجات الشوف وشارون والراملية منطقة حرجية كان من المفترض أن تحظى بالحماية وهي غير مصنفة في المخطط التوجيهي للمرامل والكسارات، ولكن كان هذا الأمر قبل ما يتمكن صاحب الأرض من الحصول على ترخيص والبدء بنهش الجبل. هي بلشت بشهر شباط 2013 على أساس أنه هي بس للإعمار بدون يعمروا فيها، وأخذ معنا الرمول كل شهرين، أخذ عمدة شهرين من محافظ جبل لبنان، وكل شهرين عم ترجع تتجدد هذه المنطقة، عم تتجدد الرخصة. ما شفنا أكيد ولا حجرة بطون تعمرت، ما عم بيعمر الزلمة، ولكن عم نشوف كل يوم عم توسع هوة المرملة، وصارت لأنه منطقة حرجية رملية هي محط أنظار لكل اللي بيشتغلوا بقطاع الذهب البني مثل ما بنقول الرمل. لم تتوقف الأضرار عند هذا الحد، إذ كان لابد من إيجاد ابتكار جديد لتوسيع رقعة المرامل، وهذا ما حدث في 11 أيلول. حدا من المستثمرين بالمرامل حب طالب يعني حط عينه على هذه الأرض وطلب يشتريها، وصاحب الأرض رفض يبيعه إياها. فجأة بتطلع النار تاني نهار وبيشيل غراضه صاحب المرملة وحرق أكثر من 10,000 متر مربع مناطق حرجية يعني كتير مهمة. نتيجة لهذه الكارثة الجديدة قامت جمعية الثروة الحرجية والتنمية بتقديم شكوى أمام وزارة البيئة لتوقيف المرملة وملاحقة المعتدين. هذه الشكوى أحال وزير البيئة ناظم الخوري إلى وزارة الداخلية لتطبيق الإجراءات اللازمة، وحتى اليوم يؤكد بعض سكان المنطقة أن العمل بسحب الأتربة لا يزال مستمر.